بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. في الاخره هنسال كلنا، هنقف امام يعني ربنا سبحانه وتعالى وهيسالنا، ويقال اننا هنسال اول شيء هنسال عنه هي الصلاه، او يعني اللهم ثبت عند السؤال بقى ده ما دينك ده الاول، انما يعني الصلاه هنسال عنها، هنسال عن فلوسنا من اين اكتسبناها وفيما انفقناها، هنسال عن كل شيء، يعني هنسال عن اعمالنا. انما في ايه قرانيه في سوره التكاثر تقول ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، اللي هو ايه النعيم ده؟ اللي هو الفلوس اللي اكتسبناها ومن اين صرفناها، يعني النعيم ده يندرج تحت اي بند؟ وعايزين برضو نترجمها، هنسأل ازاي؟ وفكرة واما بنعمة ربك فحدث، طب يعني احدث عن النعمة ازاي؟ اقول للناس انا في نعمة، اطلع فلوس من النعمة، اشكر ربنا عن النعمة. عايزين نتكلم عن فكرة النعيم بشكل اوسع مع فضيلة الشيخ محمد ابو بكر. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، كل امين. امين يا رب العالمين. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة من رحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على سيدي ولدي عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. لأن الشيء بالشيء يذكر، فحضرتك بدأتي وقلتي إحنا نسأل يوم القيامة عن بعض الأمور، وخلطت ما بين السؤال في القبر، في القبر صحيح، وما بين معلش. السؤال في الحشر، وبينهما فارق. وللعلم فالسؤال نفسه في الحشر له مدارج، بمعنى أن أول ما يسأل الإنسان عن دينه الصلاة. يبقى أنت لما تقف قدام ربنا وتتسأل في قسم الدين والعبادة والعمل هتتسأل عن إيه؟ الصلاة. عن الصلاة. في أول ما تسأل عن حقوق الناس الدماء، وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. طيب الأمر الثاني اللي عايزين نقرره، وإحنا قلناه قبل كده، إن مفيش حد هيخش الجنة بلا سؤال ولا حساب، الكل سيقف أمام الله سبحانه وتعالى، حتى الرسل والأنبياء سيقفون، الكل سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويحتاج من يشهد له بصدق كلامه. حتى الرسل والأنبياء يؤتى بالأنبياء نبي النبي، هل بلغ؟ نعم. فيجحد قومه القوم بتاعه، يقول له يا ربي والله ما بلغنا، فيقول الله للنبي من يشهد لك؟ فيقول يا ربي أمة محمد. فيؤتى بواحد أو بفرد من أمة محمد يشهد لنبي من أنبياء الله، إلا أمة النبي فليس عليها شهيد إلا سيدنا النبي. ولذلك بكى الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى قول الله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صليت على الحبيب صلى الله عليه الصلاة وسلم. والسلام. إيه هو النعيم الذي سنسأل عنه في هذه الآية؟ تسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآية دي محتاجين نقف معها وقفة طويلة قوي، لا سيما ونحن نعيش في زخم من النعم ومن النعم، لكننا لا نسكت عن الشكوى ولا نسكت عن الشكاية. ودائما حال الإنسان أنه كما قالت سورة الأنعام، كما قالت سورة العاديات معذرة، لكل خير جاحد ولكل خير كنود ولكل نعمة دائما الإنسان يجحدها ويتركها. إن الإنسان لربه لكنود، عداد للشر نكار للخير نساي للنعم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بمناسبة الآية وهو يشكو الجوع،
وانا عايز المشاهدين والست دعاء واحنا شخصيا لما نسمع ان النبي يشكو الجوع تعيشوا مع الكلام ده بمشاعر. هذا النبي الذي لا يرد له قول من السماء بإمكانه أن يقول يا رب فتنزل عليه مائدة على غرار مائدة عيسى ابن مريم، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الأسباب دوما. فخرج النبي من بيته صلى الله عليه وسلم جائعا، يعني ما فيش في بيت النبي إيه؟ أكل، يعني بيت النبي ما فيهوش حاجة تلم الدنيا، يعني ما فيهوش حتى كسرة خبز تشبع النبي. والنبي ما كانش أكيل صلى الله عليه وسلم، بالعكس ده كان يطوي الليل بالنهار صيام، وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الحبيب لما خرج قابل سيدنا أبو بكر وقابل سيدنا عمر، فسألهم إيه اللي خرجكم؟ فقالوا له الجوع. ففضلوا ماشيين كده لحد ما نزلوا على واحد من الأنصار، سألوا زوجته فين فلان؟ قالت هو قريب يا رسول الله، يعني هو هنا بيجيب حاجة. فالنبي انتظروه، فلما انتظروه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جه الراجل قدم لهم ايه؟ جاب لهم شوية تمر وبرد لهم شوية مية، حط لهم شوية مية على النخل كده لحد ما ايه؟ وكان الجو حارا. فلما أكل النبي التمر وشرب الماء قرأ على مسامع الصحابة تلك الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرجتم من بيوتكم وأنتم تشكون الجوع ولم تعودوا لبيوتكم إلا وقد أصبتم طعاما وشرابا. ده بتمر وبشوية تمر ومية. طبعا. شوفوا بقى دي. ولذلك أنا بقول للناس اللي بتعيش في زخم من النعم وهم لا يدرونه، نحن بحاجة إلى أن نتأمل في النعم التي نعيشها. آفت الإنسان يا أستاذ. طب يعني نقول الحمد لله الحمد لله؟ ما أنا أقول لك حاضر. نشكر إزاي؟ آفت الإنسان مثلي ومثلك أننا دائما الشيطان يلعب معنا لعبة 99 وبينجح جدا. تعرفيها لعبة 99؟ ما تعرفهاش خالص؟ لا. طيب. وكان في راجل ملك على عرشه، عنده رجل يسعى على أمر يعني فراش، مع احترامنا طبعا سادتنا. فالراجل كل يوم الفراش ده يجي يضحك ويهزر، والملك قاعد منكد ومراته منكدة عليه وخايف يموت يحسن حد غيره ياخد الحكم، وقصة. فالملك اتغاظ قوي يعني من صاحبنا ده اللي كل شوية يضحك وبيهزر ومش حامل الدنيا هم. فأشار على أحد وزرائه بقتله. فقال: ولما نقتله يا مولاي؟ لما لا نشغله بال99؟ قالوا: ازاي اشغله بال99؟ يعني سهل، سيب لنا الموضوع ده يا مولاي. فراح صاحبنا حط 100 دينار ذهب في كيس، وقام ناقصهم ايه؟ دينار. وقام حاطط كاتب عليهم 100 دينار ذهب، وقام خبط، وقام سايب الكيس وماشي. خرج صاحبنا الفراش لقى الكيس، قرا 100 دينار عد 99. قام طلع العيال تدور حوالين الشارع اللي حواليه ويمين وشمال، عدت الليله في نكد وفي هم، ولا نام ولا ارتاح، وطرح ما فرحش بال 99. فراح الصبح للملك وهو مكشر ومنكد وطبعا مكسر، وهو ما كانش حيلته حاجه اساسا، وهو ما كانش. ايوه شفت بقى، يعني معهوش. وهذه هي اللعبه. الدنيا ده اللعبه دي اللي بيتقنها الشيطان. تعال أي واحد فينا يشكو، لابد وأن تجد عندك مصاب، وأن تجد عندك ابتلاء، وأن تجد عندك هم، وأن تجد عندك حزن. تعال اقعد كده بالورقة والقلم وقول أنا عايز أشوف نعم ربنا عندي قد إيه. هتلاقي ما أنت فيه من نعم يفتقد غيرك فيه الكثير. يفتقد غيرك فيه الكثير. ولو أدركت النعم لجننت. والله ثم والله ثم والله إن الإنسان حينما يعني يريد أن يعيش دور أهل التصوف كما علمونا من التفكر الدائم في مخلوقات الله وفي نعم الله على الإنسان، يكاد الإنسان يصاب بالذهول،
وانت داخل الحمام كده تبص اعزكم الله في ذلك المسكين الذي ينتظر دوره من اجل ان يغسل كلاه وينتظر محاليل، وربما اتى وباء زي الكورونا منعه من الخروج، وربما علت نسبة مش عارف طب ايه، ما هو الشخص ده بقى، وانت تنعم بغسيل طيب الهي. والشخص اللي بيغسل اه كيفه نعم لما نعم تقول له عد النعم؟ تجد عنده زخم من النعم، تجد عنده زخم من النعم، زخم لا يدريه احد الا هو، طيب الا نشكر الشخص النعم دي النفس ازاي؟ ده. الشكر النعم قبل حاجه، بس معلش في عجاله، واما بنعمه ربك صحيح. فحدث. بصراحه الايه دي احنا فهمناها غلط، ايوه ولما فهمناها غلط تلاقي النهارده ما شاء الله علينا على اليوتيوب، تلاقي كل واحد جايب فيلا معايا كده فبيستعرضها لنا على اليوتيوب، وكل واحده جايبه اساس جديد، وكل واحده مش عارف ايه، وكل واحد بيصيف فين. وحينما ياتيه الكرب يقول من اين؟ من هنا، من هنا، لان التحديث بنعمه الله سبحانه وتعالى يعني للناس حمدا على كل حال. ادي اول شيء، يبقى لو انت هتحدث الناس تحمد الله على كل حال. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن التحديث بالنعمة ألا تشكو رب الناس للناس، وألا يعلم بحالك إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى في نعمه، وأن تنظر في قضاء الله قبل أن تحكم عليه. إحنا عندنا قضاء في حياتنا، نحن من ظاهره نقول مصيبة، ولو أدركنا حكمة الله فيه لعلمنا أن الصبر والرضا لا يكفيان، وإنما يقتضي الأمر سجدة شكر. وأديك الدليل في عجالة، في سورة الكهف، لما تروح حضرتك لسورة الكهف تلاقي أمر أصحاب السفينة. أصحاب السفينة عملوا إيه؟ ركبوا ناس صالحين، مش كده ولا إيه؟ ناس مشايخ علماء، العلماء والمشايخ ركبوهم وما خدوش منهم أجرة كمان، يعني أكرموهم غاية الإكرام. فماذا كان الجزاء؟ الجزاء وأن خرقوا السفينة، مش كده ولا إيه؟ هذا في ظاهره مصيبة، طبعا لكن مصيبة أصحاب السفينة رضوا وصبروا، رضوا وصبروا، ولم يعلموا الحكمة، ولم يعلموا. طب الحكمة لما احنا انكشفت لنا من بعيد، يقول لك ده أيوة. يسجد سجدة شكر، ده كان مصدر رزقه كله مش في هيضيع. كل الأوقات بنعرف الحكمة، نعم كويس، يبقى يعني ده امر جميل جدا. هل اذا نسأل يا ترى ايه الحكمة طيب، اذا ولا ما خفت نسألش عنك ونرضى؟ الحكمة، اذا خفت عنك الحكمة فاعلم انه رحمة. وده الفارق بين ما ينظر الى عطاء الله ومنع الله على ايه. في بعض الناس ينظر على عطاء الله على انه حق مستحق، لكن لا، عطاؤه رحمة ومنعه حكمة سبحانه وتعالى. اعلم انه ما منعك عن بخل، ولكن دائما ونحن نتعامل مع الناس تجد بعض الناس اللي عنده الانا، وتجد اللي بعض الناس النرجسي شويه، وتجد بعض الناس اللي يحب نفسه شويه، ومع ذلك سبحان الله تلاقي ربنا سلب منه نعمه المال فقره. فاتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن رب العزه، ان من عبادي من لو اذا اغنيته كفر، طغى. النفسية البشرية تحتاج إلى التنوع. طيب إذا أنا وصلت، وأما بنعمة ربك فحدث، تحديث الناس حمدا وتحديث الله والنفس بالبذل من النعمة، اطلع من النعم دي. أبذل طب من النعمة. دفع الحسد عن الواحد، يعني في ناس بتقول من باب انها تبعد الحسد وتبعد العين عنه، إيه؟ يعني والله تعبانين، والله مش عارفة ايه الحاجات دي، شوفي، ده عدم تأدب مع الله معلش، ولا من شاك الفقر سيفتقر، ومن شاك المرض سيمرض، دي ومن منين شاك دي؟ الهم سيرزق الهم. إياك وأن تشكو ما ليس عندك، ولكن إن أردت أن تحفظ بيتك وأهلك فاسمع وصية ابن الجوزي، اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك فقط، اسكت، أمسك عليك لسانك. إن سألك إنسان قل الحمد لله، الدنيا ما بين نعمة ونعمة أخرى لا ندريها، بس. وهذا هو حال المؤمن. في عجالة، واسمحي لي أقول لك بس، ثم لتسألون يومئذ عن الإيه؟ النعيم. عن النعيم.
أين النعيم الحقيقي الذي يرتاح الإنسان فيه، والذي يجد الإنسان فيه نفسه، والذي يجد الإنسان فيه لذته في وراحته؟ الدنيا والعصر أو بعدها في كل صلاة في العصر أرحنا بها يا يا بلال. بلال. نورتني يا فضيلة الشيخ، أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدل. آمين يا رب العالمين. لنا فاصل قصير ونعود. مشاهدينا مرة تانية في سورة المطففين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، إزاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا بك. إن الأبرار لفي نعيم. لسه كنا بنتكلم في الحلقة دي ولتسألن يومئذ ثم لتسألن يومئذ يوم عن النعيم. لكن النعيم اللي هنسأل عليه غير نعيم بقى اللي هو بعد بقى ما نسأل وبعد ما نخلص، ده بقى النعيم المفروض الأبدي بقى خلاص، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. كلمة النعيم كل ما يتنعم به الإنسان. اللي كان في سورة التكاثر اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها، ده النعيم اللي ربنا أنعم عليك بيه في الدنيا. فأنت هتسأل عليه، أنت قدمت الشكر بتاعه لحد فين وعملت إيه، وهل كنت عايز تقدم أو توفي النعمة حقها من الشكر ولا لأ. إنما في الآية بتاعت النهاردة ده النعيم الأبدي اللي هو خلاص بقى دخل الجنة. بس عايز حضرتك ناخدها واحدة واحدة كده. هو ليه قدم إن الأبرار لفي نعيم؟ عشان القاعدة اللي احنا كلنا عايزين نمشي بيها، عشان الواحد يتحمس لأي حاجة يبص للنتيجة. أنا دلوقتي داخل على عمل، عمل ده كويس، فأنا عشان أتشجع عليه ويبقى عندي حماس أعرف نتيجته إيه. طب العمل ده سيء، أقعد أفتكر السوء اللي هيحصل لي والنتائج اللي والعقابات اللي هي وحشة اللي هتحصل لي بعد كده، فيقوم ده إيه رادع ليا إن أنا أمتنع عنه. يبقى القرآن الكريم بيعلمنا إزاي إن أنا أدير حياتي. فأول حاجة إن الأبرار، الأبرار دي يعني إيه؟ يعني الناس اللي بيجتهدوا يعملوا كل حاجة فيها خير. يبقى أول درس هنستفيده أعمل إيه في جانب الخير. وده أخليها كده على جنب، نبتدي نشوف جزائهم وبعدين أرجع فكر بقى عمل الخير ده هيكون إزاي. طيب إن الأبرار لفي نعيم ولم يحدد النعيم. هنا بقى العلماء بيقولوا لنا إيه في أمثال الكلمة دي، تذهب فيه النفس كل مذهب. يعني إيه؟ كل واحد بيتخيل حاجة حلوة تسعده هو هتحصل. يعني مثلا حد بيكون سعادة لما بيكون في منظر حلو، لما حد تاني لما ياكل أكل حلو، حد تاني لما يكون مستريح البال. كل واحد يعني فينا النعيم بتاعي غير النعيم بتاع فلان، غير ولا كل حاجة واحدة، ولا كل واحد هينعم بس يتنعم بالحاجة اللي بيحبها زيادة في الإنعام من ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. يعني أنا كنت بحب كذا في الدنيا أكتر حاجة يجي لك منها. فمن ضمن الحاجات دي، عشان كده لم يحدد النعيم، عشان كل واحد يبقى عارف إن آخرته هتبقى حلوة طالما هو من الأبرار. طيب يجي يقول لحضرتك إيه؟ على الأرائك ينظرون، يعني قاعدين مستريحين ولا هم في اي حاجه شغله بالهم. نلاحظ ان احنا حاجات كتير بتنغص على الانسان حياته التفكير. يعني ممكن نشوف واحد قاعد كده ما نفتكرش ان هو قاعد، بس لو هو قاعد مشغول ودماغه دي راح كل اماكن الدنيا، دي في حد ذاتها بتنغص على الانسان عيشته، بتنغص على الانسان حياته. فبيقول لك لا خلاص بقى، انت في الجنه، انت على الارائك ينظرون قاعد مستريح. اللي بعدها تعريفه في ينظرون يعني كده لا ينظرون الى النعيم متمتعين. بصي حضرتك، احنا طبعا اتفقنا قبل كده الفعل المضارع يفيد الاستمرار واستحضار الصوره. عشان تتخيل زي جنات تجري من تحتها الانهار، تتخيل الميه وهي بتجري، او ينظرون عشان تتخيل الموقف كان ازاي. طيب تعرفوا في وجوههم نظره النعيم. حضرتك سالتين هو مين اللي تعرف؟ اي حد يبص لهم يلاقي في وشهم الاشراق.
والنضاره بتاعت ايه؟ بتاعت ان هو مبسوط. عارفه كده حضرتك لما حد يبقى مستبشر ولا جاله خبر حلو نقول ده ايه ده وشه منور. وشه منور ليه؟ عشان جاله خبر حلو مدته ممكن تكون قليله يعني يوم عارف ان حد نجح. وتعرف في وجوههم نضره النعيم، مش تعرف من وجوههم. في وجوههم هل دي ليها دلاله؟ طبعا في يعني جوه الوجوه يعني وشهم نفسها تحولت الى نضاره. مش بس جزء منها او حاجه مؤقته، لا كل الوش تحول بقى فيه نضاره. ليه بقى؟ عشان هو خلاص مفيش شقاء بعد كده. هو ده النعيم الدائم. بصي دي اخر حاجه. ده النعيم الابدي بقى، ما تفكرش في اي حاجه بعد كده. يسقون من رحيق مختوم، يعني ايه الرحيق؟ اللي هو عسل مثلا ولا؟ لا، الرحيق ده اسم للخمر الطيب، مش الخمر بتاع الدنيا اللي هو المحرم والسيء اللي بيضرب العقل وكل الحاجات دي. المهم ان هو شراب طيب لم تمس ايد. مختوم يعني ايه مختوم؟ عارفه لما بنيجي نعمل اكل ويبقى فيه كده على الوش طبقه اتكونت يدل ان ما حدش مد ايده عليه. كانه ايه؟ اتختم بالظبط. اول ما حد يمد ايده عليه الطبقه دي اللي بتبقى على وشه بتروح. اهو بقى الرحيق المختوم ده في طبقه على وشه يدل ان انت اول ايد تلمسه. يعني ده زياده في النعيم. طيب والرحيق المشروب اللي هو هيشربه الانسان ده طيب جدا، عشان كده الايه بتقول لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني اذا كنت عايز تحرص على حاجه في الدنيا فاحرص ان انت تبقى دي نهايتك. هو ده التنافس الحقيقي اللي هيفضل لك. انما مثلا لو تنافست على الاموال ولا مثلا اي حاجه تانية فكل ده زائل. طب الحاجات الحلوه دي كلها كان سببها ايه؟ ان الابرار. طيب ان دي اللي هي اول الايه، ما هو حضرتك جاب اول الايه وبعد كده قعد يشرح لنا الايه بتشرح لنا هم جزاؤهم ايه. طب احنا دلوقتي عايزين الجزاء الحلو ده. نفكر بقى ازاي اكون من الابرار. اللي اول حاجه جت في الايه كلمه ان ليه؟ عشان يقول لنا التاكيد، يعني هيحصل. فاجتهد واسعى بقى ان انت تكون من الناس دي. طيب احنا دلوقتي داخلين على ايام مباركه، ايام فاضله. اول حاجة اشكر ربنا سبحانه وتعالى انه خلاني عندي عمر واداني فرصة ان انا اعيش الايام دي واجتهد ان انا هشوف اعمل ايه الايام. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل جدول، اشوف انا امكانياتي اعمل ايه في اعمال الخير المختلفة. ومن شطارة ان انا يبقى ليا نصيب من كل حاجة، مش ان انا اركز على حاجة واحدة. يعني اكتب اول حاجة كده انا ازاي اجهز قلبي، ازاي قلبي يبقى سليم. هل انا عندي مشاكل؟ هل انا متضايق من حد؟ انا زعلان من حد؟ ازاي اركز على ذكر الله عشان القلب يطمئن؟ دي اول حاجه. بعد كده انا عايز اجتهد في الصلاه، احاول ان شاء الله ركعتين بس قيام ليل. عايز اجتهد بقى في الركن اللي هو فيه الانفاق وفيه ان انا اركز مع عباد ربنا سبحانه وتعالى واشكر نعمه المال. طيب عايز كمان اكتر من الذكر واكتر ان انا اشوف لو هقدر اصوم. يبقى اعمل جدول، وزي ما بجهز للعيد بالحاجات والامكانيات بتاعتنا بقى ونجهز ايه في الاكل وفي السفر وفي اللبس، لازم برضو اعمل جانب لده طبعا. طيب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة هنا سبحانه وتعالى يعني حطها في أكتر من يعني فكرة أن الناس بيتسابقوا وبيتنافسوا، ده شيء وارد في الخير، يعني شيء وارد ومطلوب منهم أن هم يتنافسوا. والتنافس مش هيكون غير بالإعلان، يعني أنا هتنافس إزاي في السر برضو. يعني واضح أنه سبحانه وتعالى فكرة صدقة العلن برضو دي مهمة عشان يحصل التنافس. بص حضرتك، هي الآية عشان تقول لنا يعني تحذر الإنسان من حاجة. إذا كنت أنت بتتنافس وباصص لغيرك في حاجات الدنيا فمن باب أولى أن أنت تتنافس في ده. إنما صدقة العلن مطلوبة برضو. مش إحنا عندنا الذين ينفقون في السراء والضراء وينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني برضو العلن مطلوب. في حاجات ما تنفعش تستخبى، يعني مثلا لو أنا عندي أضحية هخبيها إزاي؟ ما هو لازم في العلن. لو أنا مثلا اتبرعت بحاجة في مستشفى هتستخبى إزاي؟ المهم الواحد يركز على الإخلاص ويركز على نيته. صحيح. أنا عايزة أتفرج بقى على المشاهد. إحنا خلاص المفروض الخميس، الخميس خلاص بداية الصيام، بداية العشر مع أول يوم ذي الحج. مع أول يوم ذي الحج فهيبقى يوم الخميس الجاي. وما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله ورسوله مثل من هذه الأيام.
فطبعا يعني احنا خلاص مقربين، المفروض طول الايام دي نركز زي ما بنركز مثلا في رمضان في التراويح وبنركز في الصدقات، نركز في الايام دي برضو على الصدقات وعلى اي اعمال صالحة بتزيد بقى في الايام دي، لانه هي احب الى الله. عارفه حضرتك، والفجر وليال عشر، هي ليالي العشر اجمع او يعني الجمهور العلماء على ان هي ايام ذي الحجه. ربنا سبحانه وتعالى لما يقسم بشيء لازم نكون كده عندنا قاعده ان اللي ربنا اقسم بيه ده له فضل كبير جدا وشرف كبير جدا، فانا لازم اجتهد في هذه الايام عشان اخد من خيرها، ده ربنا اقسم بيها. طيب من افضل الامور هي الصدقه والانفاق. ليه؟ بصي حضرتك، طبعا الصلاه اولا والذكر، ونركز على القلب لان القلب هو الدافع اللي بيخلي الانسان يعمل كل حاجه حلوه. طيب ازاي بقى او ليه الانفاق؟ الانفاق فيه معاني رائعه. اول حاجه هو التصديق العملي بوعد ربنا سبحانه وتعالى، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. تعالي حضرتك نحسها دي، واحد معهوش فلوس الا دول او عارف ان دخله هو ده، ومع ذلك ومفيش بقى ايه اي حاجه تانية، ومع ذلك هو قرأ الايه وعنده تصديق بالايه فيقول لك انا هطلع. طب انت مش جاي لك؟ لا، ربنا قال هيجي لي، يبقى هيجي لي، يبقى هيجي لي، هيجي له فعلا بالظبط من حيث لا يحتسب. مش موضوعه بقى، مش موضوعه، يعني هو سبحانه وتعالى هو اللي هيدبرها وهيبعت له الحاجه، رزقه اللي يعني اللي هو او اللي نفسه فيه او يمكن اكتر. يا ساتر، الواحد يبقى عايز حاجه معينه يجي له اكتر. عارفه حضرتك، حتى لو ما جالوش اللي معاه هيكفيه، وده هنا برضو رزق، اللي هو ايه؟ البركه في الحاجه. انت ممكن يكون معاك فلوس كتير جدا، بص تلاقيها راحت. ناس كتير بتقول انت معايا فلوس ومش عارف راحت ليه. صحيح. عشان ما فيش بركه. ممكن حتى لو ما جالكش البركه هتكفي ده، فيبقى انت عليك ان انت ما تخافش ابدا. يبقى ده اول معنى في الانفاق. المعنى الثاني شرف. لما واحد قاعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب فرج كربي، يا رب ارزقني باكل عيالي النهارده، يا رب ارزقني بكذا، وربنا جعلك انت السبب ان دعوه فلان ده يعني ايه تستجاب، وانت اللي فرجتك، يعني ربنا استخدمك انت. عارفه لما بندعي نقول اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، ربنا اختارك انت تكون سبب في تفريج الكرب عن فلان. فنتخيل كده، ايه الشرف ده؟ دي حاجه كبيره جدا ان ربنا يجعلني انا سبب. طيب ايه كمان؟ ان انت الرزق كده كده رايح لفلان، هو ده رزقه، فربنا سبحانه وتعالى جعلك انت سبب عشان تاخد الثواب، وعشان يبقى انت ليك منزله، وعشان تبقى انت سعدت. فعشان كده الصالحين زمان كان لما اليوم يعدي وما فيش واحد يجي يخبط على بابهم عشان يطلب منهم يساعدوه، يقعدوا يستغفروا ربنا ويقولوا احنا عملنا ايه عشان هذا الرزق يحجب عنا اليوم. فهو احنا طبعا داخلين على موسم في شهر ذي الحجه والاضحيه، زي ما احنا شايفين كده حضرتك، ان انا بقى لازم ابتدي استعد، استعيد اشوف انا الاضحيه بتاعتي دي هجهزها، مش استنى لحد يوم عرفه. ودي على فكره غلطه بيقع فيها كتير من الناس، استنوا للاخر. ان الواحد يفضل ياجل ياجل ياجل. وعارفه حضرتك، ومن مداخل الشيطان القويه جدا التسويف. التسويف يعني ايه؟ سوف افعل، قوم صلي دلوقتي سوف افعل، كمان شويه هصلي، بس لما اعمل ايه الاقي نفسي نمت. روح خرج الصدقه دلوقتي، يلاقي انت كسلت عنها او الفلوس اتصرفت. فهو ده التسويف اللي احنا لازم نحذر منه. طيب الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش فيها التسويف هي الايام اللي بيحصل فيها الذبح يعني او الاضحيه. فاذا سوفنا الثواب مش هيبقى هو، هتبقى ممكن يعني صدقه، لكن فكره ان انا اخد ثواب الصدقه مع ثواب الاضحيه وتعظيم شعائر الله دي قصه تانيه يعني. عارف عليك الاهم منها كمان اللي عايزين نركز عليه، ان وانا بعمل اي عباده ربنا انا مش بعملها على اساس انها حاجه عليا وفرض تقيل وخلصت، يعني حق بقى وخلاص وانا عملت. لا، انا حابب اعمل ده، انا عايز اعمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. شوف كده، تخيل حضرتك لما حد بيحب حد، بيحب وعلى الله. حبه، ايوه، على حبه الطعام، على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، يعني هم حابين الطعام ومع ذلك بيطلعوه في الايه هنا كده. لكن احنا بقى نتخيل كده، انا بعمل حاجه عشان انا بحب بابايا او مامتي او بحب حد، وانا بعمل الحاجه دي عشانه، فانا مش بعملها تقضيه واجب، انا بعمل احسن حاجه. احنا عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى، فانا مش بعمل ده عشان هي تقضيه واجب وحاجه مفروض، لا، انا بجتهد. عشان كده دايما بنقول ما نستسهلش في توزيع الاضحيه ونقول دي اقرب واحد جنبنا واسمنا طلعنا وخلاص، لا، انا بجتهد عشان اشوف مين الناس المحتاجه، مين الناس البعيد. عشان كده احنا بنستعين وبنشترك مع جمعيه البر والتقوى، لان هم عندهم فرق بحثيه
بتخليها توصل اللحمه دي لاماكن بعيده جدا، وكمان بتوصل محفوظه. يعني ايه؟ يعني طبعا عارفه حضرتك حراره الجو ممكن اللحمه لو قعدت وقت طويل بره الثلاجه توصل للاماكن دي، هتكون يعني خلاص فسدت وباظت. فجمعيه البر والتقوى اول حاجه فرق بحثيه عشان نعرف مين الناس المستحقين فعلا، اماكن بعيده بتوصل الحاجة وهي في أحسن صورة وهي سليمة تصلح أن الواحد يكون منها كإنسان. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نركز عليها، ان انا لو اديت للي جنبي هنلاقي فلان ده ممكن فلان اداله وفلان اداله وفلان اداله، طب وبعدين هو بقى عنده كتير والناس البعيده دي هي ما جالهاش اصلا. في حد عارف حضرتك ممكن ما يتخيلش او ما يستوعبش ان في ناس فعلا مش بيشوفوا اللحمه غير من العيد للعيد، ده ممكن كمان العيد يعدي وما يشوفوهاش. يعني لو حضرتك شفنا بقى في كل التقارير اللي فاتت منظر البيوت، وحضرتك طبعا بتجيبها البيوت المتواضعه قد ايه، طبعا يعني اذا كان بيتهم كده متخيلين احنا هم عايشين ازاي. صحيح. بس فدي فرصتنا الحمد لله، ربنا اطال في اعمارنا الى ان احنا وصلنا للايام المباركه دي عشان نجتهد فيها. عايزين نفكر الناس كمان بالتطورات اللي وصلت ليها مستشفى جمعيه البر والتقوى المصريه على طريق دمياط الدولي. أيوة. او وانه هي خلاص يعني احنا دلوقتي دي المراحل في اللي فوق بقى اللي هي العمليات وغرف العمليات وكده، خلاص يعني بتتشطب على ما اعتقد. احنا طول الوقت بنعلن او بنعرض صور، يعني بصي الصور دي جديده، انا كانت قبل كده كانت على الطوب الاحمر، فخلاص اعتقد ان هي ده حطوا بقى الرخام وخلاص. يعني بصي حضرتك احنا لو فكرنا كده، الكرسي اللي موجود في اي مثلا طرقه من الطرق دي كام حد هيقعد عليه؟ يعني كام صدقه جاريه الواحد وهو قاعد في بيته كده هينتفع بيها؟ السرير، الجهاز بتاع الاكسجين، جهاز التنفس او جهاز الغسيل، كام واحد؟ السرير نفسه كام واحد هيستفيد بيه؟ شوفي بقى حضرتك تخيلي الصدقه الجاريه اللي الانسان هيستفيدها كل ما واحد يقعد في المستشفى. طب تفريج الكرب اللي هو تسبب فيه ان كرب الناس دي يزول، طيب قد ايه الخير اللي هيجي للواحد؟ فطبعا المستشفى الاشتراك فيها ده خير كبير جدا، الواحد ما يضيعش على نفسه خصوصا في الايام المباركه دي. عارفه حضرتك في ناس بتطلع او بتساعد غيرها في ايام معينه من السنه عشان بتظن ان هنا دي فيها خير، هي فعلا فيها خير كبير، واحنا وصلنا لهذه الايام فاحنا ناخد ويعني ننتهز الفرصه دي ونطلع في الايام المباركه وغيرها برضو من السنه، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعطي الثواب. بس فرصه، احنا في ايام فاضله، ايام العمل الصالح فيها له ثواب كبير، وزي ما احنا شايفين المستشفى يعني وصلت لخلاص قربت على الانتهاء، ففرصه ان احنا نشارك فيها. جميل. داووا مرضاكم بالصدقة، زيارة المريض، عيادة المريض، يعني سبحانه وتعالى وفي السنة النبوية الشريفة اهتموا جدا بفكرة المرض وفكرة يعني كمان حتى المريض بيقولك انه دعوته مستجابة، او يعني فكرة المرض دي وان احنا نقف جنب الانسان في وقت المرض دي حاجة من الحاجات اللي يعني اللي ثوابها عظيم جدا. شوفي حضرتك احنا في الصيف دلوقتي حاليا درجه الحراره، واحيانا تغيير الجو ما بين التكييف والمروحه والحراره الواحد بيجي له برد. فتخيلي بقى حضرتك الواحد في الجو ده لما بيجي له برد بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى ضعيف قد ايه؟ بيبقى محتاج ومش مركز قد ايه؟ وهم في الاول وفي الاخر شويه برد. فما بالنا الحال لما حد يكون عنده مرض مزمن او مرض محتاج لعلاج لفتره اطول، هيكون هو حاله عامل ازاي؟ فدي فرصه ان احنا نفرج الكرب عن الناس ونحط نفسنا مكان اهل المريض ده ومكان المريض ده. لو انا ساعدته اكيد ان شاء الله وعلى حسب الاخلاص والنيه ربنا هيوصل لي ويبعت لي الحاجه اللي يكون فيها راحه البال وراحه القلب. لا يعني في الحديث الشريف اللي هو انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول مرضت ولم تعودني فلم تعودني. أيوة. ودي ده حديث قدسي. ايوه. كيف اعودك يا رب اما علمت ان فلان مريض فلم تعده؟ يعني انت مش كنت عارف ان فلان ده مريض وانت ما رحتلوش؟ فما الحال مع اللي بيساعد مريض على الشفاء؟ يعني عشان المرض ده بالذات ما بيستناش، وخصوصا حضرتك المرض ده مراحل، يعني ممكن فيها مرض يكون خفيف زي البرد اللي احنا قلنا عليه وشويه وهيروح، لكن في امراض مزمنه، في امراض ممكن انها تودي بحياه الانسان زي التنفس، يعني ممكن واحد لو مش لاقي الاكسجين دلوقتي خلاص حياته هتروح. فانا بساعد في المستشفى عشان كل الخير ده. يبقى انا اقعد افكر
اللي هيشجعني عشان أساعد أفتكر الآية الكريمة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يعني اللي هتلاقيه عند ربنا، عند مين؟ عند مالك الملك، هو خير وأفضل من اللي انت هتعمله ده. فعشان كده إيه؟ وأعظم أجرا. فأنا دايما أقعد أفكر في الأجر العظيم. أنا لما أسمع كده وإحنا داخلين على العيد بقى، لا ده أنا أجمع صحابي وأهلي إن شاء الله بالتليفون لحد ما نتقابل في العيد، ونقول يلا الله نتفق على حاجة حلوة نعملها جماعي مع بعض، ان احنا نشترك في ان احنا نساعد الناس دي، ان احنا نشترك في المستشفى او نشترك في اي عمل خير تاني. الايام الحلوة جاية، نركز انه يوميا لازم نعمل كل يوم ان شاء الله بحاجة بسيطة جدا، بس نركز لان دي احب الايام ربنا سبحانه وتعالى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سماح عزب، استاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. عندنا فاصل قصير ومكملين مع حضرتكم على الهواء مباشرة. دكتور أحمد الشامي أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة بكلية طب الأزهر وجراحات التشوهات الخلقية في الأطفال. خلاص إحنا لازم نروح لعشان نطمن. مع دكتور أحمد الشامي حياة ولادكم هتتغير، لأنه بيعالج كل التشوهات الخلقية زي الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق والتشوهات الخلقية لمجرى البول والتشوهات الخلقية للقولون والشرج وغيرها كتير. مستنيين ايه؟ كلموا المركز واحجزوا دوركم. للحجز والاستعلام اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. انا الحقيقه ممتنه جدا لانه الفقره دي واصله لكل الناس وعامله مردود هايل على الارض، يعني اكتر منه حتى من مجرد مشاهده، لا يعني ناس كتير يعني بتكتشف بعض الاخطاء في العمليات، بتكتشف ان هم كانوا ناسيين ولادهم، ما ركزوش في الجهاز التناسلي في ابنها في بنتها، يعني بمثابه فوقان كده. الفقره دي بمثابه بنفوق الامهات علشان لازم تفوق وتكشف على ابنها او بنتها. ربنا يبارك لك دكتور احمد الشامي استاذ جراحه الاطفال كليه طب جامعه الازهر، انه يعني حاجه برضو يعني طلعت واتكلمت على الموضوع ده، لانه موضوع خطير وممكن يؤدي لانه الحياه خلاص يعني لا مش هتستقيم بعد كده. بتحكي لي دايما على الارض الواقع، بتشوف حاجات، بتشوف اهمال، بتشوف ممكن عمليات بتتعمل بشكل خطا. يعني اول مره اعرف انه الفتق الارابي ممكن يتعمل بطريقه خاطئه فيؤدي الى ضمور الخصيتين، ودي معلومه جديده عليا بقى المره دي بسمعها من حضرتك لاول مره. استاذه ازي حضرتك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الفتق الارابي، الخصيه المعلقه، الكلى المائيه، دوالي الخصيه، دول حضرتك امراض ناحيه تشريحيه في منطقه واحده كلها لا علاقه بالحبل المنوي. الحبل المنوي اخره الخصيه. الحبل المنوي حضرتك الفتق الارابي، المنطقه دي بيخش فيها الفتق، بيبقى جزء اصيل من الحبل المنوي. حضرتك عشان اجي اعمل الفتق الارابي حضرتك لازم افصله من الحبل المنوي وادخل الامعاء او الامعاء او اي محتوى من محتويات الفتاق بدخله واقفل المنطقه دي. اللي بيحصل بما ان حضرتك بتشتغل في طفل عنده شهرين، عنده سنه، عنده 8 شهور، عنده 3 ايام، حضرتك الحبل المنوي بيبقى دقيق جدا جدا جدا. الفاز اللي هو الوعاء الناقل بتاع الحيوانات المنويه والشريان والاورده بتاعه الحبل المنوي اللي هي بتغذي الخصيه بتبقى على التصاق كامل بالفتق الارابي. حضرتك هنا لو انا ما عنديش الخبره الكفايه او انا غير متخصص حضرتك وفتحت اعمل الفتق وانا بربط الفتاق او انا بقص الكيس اللي هو الفتق الارابي، حضرتك سهله جدا يا اما اروح معلق الاورده او الشرايين اللي بتغذي الخصيه، بروح معلقها بالابره معايا. حضرتك هنا انا عملت ايه؟ انا ربطت
كل الأوعية الدموية اللي بتغذي الخصية. ينتج عنه إيه؟ حضرتك بعد ما تعمل العملية بأسبوع باتنين بشهر باتنين لأي سبب من الأسباب بتحمي ابنك، بتبص على الوضع بتلاقي الوضع لأ. قبل ما يعمل العملية كان الوضع كويس. يعني إيه يا فندم يعني إيه الوضع كويس؟ وده بقى أنا بقول لحضرتك ده ليه؟ أنا حضرتك امبارح كنت في اسكندرية وده مثل واقع. 6 سنين أو 7 سنين الطفل عامل فات إيربي والولد كان عنده 2 سنين وهو عامله للأسف كان عامله على الناحيتين، والناحيتين سبحان الله لو حد قصد يعني ساعات مش هلتمس العذر في المنطقة دي لأي جراح أيا كان. بس عشان نعمل الاتنين ولو أنت قصده تضربي الاتنين أو تربط الناحيتين مش هتيجي بالمنظر ده. فللأسف الناحيتين الاتنين كان فيهم مشكلة جراحية أدت إلى ضمور الخصية. هنا أدت إلى ضمور الخصية يا جماعة. طب راحت مورياني الأشعة الأم مورتني كل الأشعة اللي اتعملت أب كان عنده خصيتين وحجمهم طبيعي جدا ومناسبين جدا للسن وما عندوش أدنى مشكلة. فتقربي على الناحيتين، تم إجراء العملية بطريقة خاطئة أدت إلى قطع الدم اللي رايح للخصية فنتج عنها ضمور. بعد 2-3 شهر من العملية الأم بتقول من لحظة الكيس فاضي، رحت للدكتور قال لك اه ده طبيعي، ده طبيعي، ده الخصية طلعت فوق شوية، ده كذا، طب نعمل أشعة تلفزيونية، طب نتابع. امبارح وأنا في مستشفى الشرق الأوسط في اسكندرية حضرتك ألاقي إيه؟ حضرتك خصية أنا مش حاسس حاجة تحت إيدي، حاجة بنسميها ردومنتري يعني بقايا خصية. طب عاملة سونار؟ اه عاملة سونار الأسبوع اللي فات. طب وريني السونار، حاجة كده 2-3 ملي، حاجة لا تذكر. فحاجة دي بقت نون فانكشنج، يعني حضرتك لا هتجيب هرمون ذكورة تستوستيرون ولا هيجيب منها حيوانات منوية. فأنا للأسف أنا كده قضيت على موضوع الذكورة كاملا. هنا مش الذكورة العلاقة الجنسية بينه وبين مراته، لا، هنا المقصود بقى الخلفة تماما. الموضوع أنا ما عنديش خصيتين ممكن تتأثر أو هرمون يفرز بطريقة أو أنا أساعده كهرمون خارجي عن طريق حقن أو برشام لإقامة العلاقة الجنسية مع مراته، إنما هنا مش هيبقى فيه خلفة تماما. ولو ما خدش الهرمون حتى علامات البلوغ هيتأخر، مش هيبقى فيه بلوغ، مش هيبقى فيه الأعراض المبكرة والغير مبكرة للبلوغ. يبقى الفت يا جماعة عملية بسيطة جدا وعشر دقايق ونروح. طبعا بس لازم تتعمل صح في مكان صح عند جراح أطفال عنده خبرة أو جراح أطفال. وهنا النقطة المهمة اللي بنوصلها دايما من خلال حضرتك ولها مردود كبير جدا على أرض الواقع، إن يا جماعة الفت الإيربي يتعمل ساعة ما يتشخص الولد أو بنت. نفس القصة بتحصل، يعني هو دلوقتي بيكتشف. حضرتك قلت لي مرة الولد وهو نايم أو بيتنفس بيطلع حاجة زي البرتقانة كده في بطنه أو حاجة بقليلة، فنكتشف فنروح للجراح. فهم بيتأخروا ليه بقى؟ هل بيتقال لهم استني هتروح لوحدها أو بيتقال لهم إيه؟ برافو عليك حضرتك. النقطة دي في أولا موروثات، فبقول لك ده هيروح لوحده، ده كان ابن خالته كده وابن عمته كده وراح، اصبر لغاية ما يبقى 6 شهور هتروح. ده حاجة. وممكن يبقى يقال من طبيب اطفال على اساس ان الديفكت صغير، طب ممكن يقفل، لا طب هو انا مش شايفه. الام الفت بحضرتك مع الاسترينج مع الكحه مع العطس مع الامساك مع العياط مع العياط بتختفي. راحت للدكتور والولد قلم كده وهادي وبتاع وما بعيطش، فهو ما شافش حاجه، يقول مش شايف حاجه، ما فيش حاجه. لما تبقى تظهر يحلها، لا هتروح لوحدها طالما بتروح وتيجي. والسؤال يعني لو مجرد ما تشوفها لازم تروح لجراح عمليه. الفت الايربي يا جماعه حتى وان اختفى حضرتك أم ما شفتهوش تاني، هو الديفكت موجود أو الفتق موجود بس الواد ما حزقش جامد لدرجة إنها إيه؟ يظهر. إنما هو أوريدي موجود. هيجي وقت من الأوقات الولد نزل البسين، الواد بيلعب كورة، الواد بيلعب كونغ فو، الواد بيكح، الواد عنده إمساك جامد، هتظهر. وحضرتك لو ظهرت واتخنقت إحنا هي الفكرة كلها كمان في إيه؟ إن أنا ما خشش في حاجة اسمها فتق مختنق. فتق مختنق ده حضرتك معناه 6 ساعات تعمل العملية بدون خسارة. ايه الخسارة؟ ان انا استأصل جزء من الامعاء. خسارة حضرتك انا بعمل العملية فعلا من 8-10 دقايق العملية
الطفل بعدها بنص لو ساعة لو اكتشفتها على طول يعني حضرتك جاية كده بالولد تمام وزي الفل وعنده 40 يوم عنده 3 ساعات لسه مولود النهاردة بس الفتق كبير كلام حضرتك بتيجي الولد عند حضرتك بتقعد الولد يصوم ساعتين ندخله العمليات 10 دقايق ربع ساعة العمليات خلاص. عملت بعدها بنص ساعة الولد يرضع بعدها بنص ساعة تاخدي ابنك وتروحي ده السيكل اللي بتحصل اوريدي فعلا حضرتك بقى اسمع كلام الجيران او يقول لك لا ده هيروح لوحده اصلا مش اصلا ده هو في طفل لسه الخطوره بقى بيحصل مضاعفات بيحصل ايه بقى يخش فتق ارهابي مختنق لو دخل في اختناق لا قدر الله احنا مضطرين نشتغل العمليه في خلال 6 ساعات طب حضرتك جيتي بعد 6 ساعات حضرتك بقى تبقى كارثه طيب هنقول الزيارات انا عايزه بس اسلم على الناس اللي بيبعتوا لي السلام مع دكتور احمد بيبعتوا لي السلام منين اخر كل مره المحافظات اخر مره كنا في زياره بورسعيد لا كان السلام حار ودي امانه والله قالوا لي علاوه ده حتى قالت لي الاسم بس انا للامانه انا مش متذكر الاسم حبايبي بورسعيد بقى حبايبي بتوع بورسعيد السلام وصل اهو الدكتور وصل لي سلام طيب محافظه اسيوط بكره الثلاث ان شاء الله احنا موجودين في اسيوط مستشفى الرواد ان شاء الله الساعه 12 الظهر طيب بكره 12 الظهر في مستشفى الرواد سوهاج الخميس 30 يونيو ان شاء الله 30/6 الخميس اللي جاي برضو انا الجمعه فين 1/7 في مستشفى في ميدان سيدي عمر برج الرواد في برج الرواد في محافظه قنا ميدان سيدي عمر محافظه المنوفيه في شبين بقى مستشفى العاصمه شبين الكوم يوم الاحد ان شاء الله طيب باذن الله اسكندريه يوم الاحد 17 بعد اجازه العيد بقى 17 بعد اجازه العيد 17/7 ان شاء الله فين في مستشفى ايه في اسكندريه في الشرق الاوسط في سموحه هم حبايبي في بورسعيد اهو فين في بورسعيد 25 مستشفى المعلمين في مستشفى المعلمين في بورسعيد وطبعا عنوان حضرتك في مرداني مصر الجديده محي ابو العز طيب تمام خلاص احنا كده فهمنا موضوع الفتق عشان الناس ما تستهونش ايه الحاجات اللي الناس بتستهون بيها دكتور تاني الخصيه يا جماعه انا على قد ساعات ما بفرح على قد ما بزعل جدا حضرتك يقول لك انا سمعت او شفت وانت بتتكلم انت والاستاذه دعاء انا قمت جبت الواد بصيت عليه لقيت حجم الخصيه صغيره قوي لقيت العضو حجمه صغير لقيت الورد المفروض انا ما كنتش اعرف انا عرفت لما شفتك وانتوا بتتكلموا بتبقى يعني فعلا بتحس ان انت بتقدمي رساله ورساله مهمه جدا بس بتزعلي في نفس الوقت بقى لما يجي يقول لك بالنسبه لبورسعيد عندهم كميه هنقول مشاكل مش هقول اخطاء كميه مشاكل كتيره جدا في موضوع الطهاره انا حضرتك شفت لا يقل عن 30 حاله يوم الخميس فيهم مشاكل في الطهاره تقريبا اللي واخد زياده اللي واخد قليل العضو المدفون حضرتك سواء كان خلقيا او بسبب مشاكل الطهاره انا عندي انحناء كبير جدا في 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 العضو درجه الانحناء تتطلب التدخل الجراحي الخصيه اتعملت يقول لك اصل الحبل كان قصير اصل قالوا محتاجه منظار واحنا ما عندناش منظار فانا عملت رنين وقالوا مش موجوده او موجوده بس انا سامع ان انت بتقول لازم منظار فالواد لما كان عنده 6 شهور قالوا لنا بس هو الواد دلوقتي عنده 6 سنين طب حضرتك فين من 6 شهور ل6 سنين طب حضرتك انا فاكر حلقه قريب جدا عملناها ولقيناها كان 8 سنين انا لقيت الخصيه انا حضرتك انا مش عايز اقول لحضرتك انا احنا كفريق عمل كله احنا كنا بنتقطع يعني حاله معمول لها فتق ارهابي على ناحيه والخصيه فيها نسبه ضمور والناحيه الثانيه موجوده في البطن والولد 8 سنين قاعد حضرتك ما بين نارين تاخدي قرار تستأصلي الخصيه طب ما الناحيه الثانيه صغيره وظيفتها مش 100% طب وانا لو نزلتها له هتشتغل ولا مش هتشتغل ما حجمها صغير سابوه لهو لغايه ما وصلت ان هو الولد بقى 8 سنين وحجم الخصيه في البطن 8 سنين حضرتك احنا بنقولها بالشرعا وقانونا يعني ان انا اخش طبيا بمعنى طبيا اخش اشيل على طول خصيه معلقه حضرتك بتشيلها لان هي ممكن تعمل مشاكل زي اورام او كده اورام بتعمل اورام وحضرتك حتى بتبقى وظيفيا فقدت وظيفتها لانها هي عايشه 8 سنين في مكان غير ملائم مكان غير مناسب مش البيئه اللي هي بتعيش فيه ده فحضرتك الخصيه المعلقه اللي بين دايما بين الرساله يا جماعه الخصيه المعلقه بتتعمل على 6 شهور
ما فيش حاجة اسمها نستنى لما هتنزل لوحدها. هتنزل لوحدها دي ما نقدرش نقول عليها خصية معلقة، هي بتبقى خصية مطاطية بتطلع وبتنزل ما فيش فيها مشكلة. إنما لو خصية معلقة سواء كان الحبل المنوي قصير أو الناحية التشريحية القناة الإرابية فيها أي انسداد تمنع دخول الخصية ونزولها للمكان الطبيعي، هنا الهرمون السيرابي العلاج الهرموني مالوش أي دور في الموضوع ده، بالعكس ده بيعمل لي مشاكل كتيرة جدا. هنا أنا مضطر أدخل الطفل جراحة وأعملها. وهنا أنا العملية نفس القصة بتاعت عملية الفات الإيرابي، العملية لا تتعدى تلت ساعة، الطفل بعدها بنص ساعة يرضع ويروح. غير لما حضرتك التوقيت مهم طبعا، التوقيت مهم، الشكل الخارجي مهم، انه احنا ننزل ونتوجه فورا لجراح اطفال ده شيء مهم جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد الشامي استاذ جراحة الاطفال كلية طب جامعة الازهر. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، اشوفكم على خير بكرة باذن الله.